أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناة إيجار، من برنامج إيجار، والحلقة الخامسة من أسئلة مشروعي لله. بالبداية بس حبيت أنبه أنه يوم الجمعة القادمة راح تكون حلقة قل رأيك كالمعتاد، راح نعمل الحلقة، والاثنين القادم عندنا مثل ما قلت لكم لقاء مع ست مها في لقاء خاص معها. نرجع إلى سلسلة، لحد الآن ما وصلني سؤال جديد من المشاهدين ولا كنت عرضته. نجي إلى سؤال آخر، ماذا نستفاد نحن البشر من كل هذا الكون، وما الداعي أصلا لوجوده؟ أم خلقته زينة مثل ما تقول في القرآن، أو رجوم للشياطين التي توجه لها صواريخك العابرة للقارات؟ يعني إحنا شو مستفادين من الكون الكبير الواسع اللي موجود؟ هل في بشر آخرين في أماكن أخرى؟ هل لهم أديان أيضا مثل ما لنا أديان؟ وإذا وبعض الأماكن قاحلة، إحنا متأكدين من هذا الشيء، كالقمر مثلا والصور زحل والمريخ، لحد الآن ما اكتشفوا فيها بشر، ليش أصلا أنت مسويها يعني؟ ولا أنت محضرها بس رجوم للشياطين اللي تتحرش على آيات السماء؟ ولو آيات السماء خلصت من زمان، بعد ليش لحد لا نشوف الصواريخ مالتك عبر القارات لحد لا موجودة؟ سؤال آخر، ليش القوانين الطبيعية مختلفة من كوكب إلى آخر، أو من نجم إلى آخر، أو الشمس أو القمر؟ ما الحكمة من ذلك؟ يعني أنت ليش تسوي مثلا القمر الجاذبية بسدس جاذبية الأرض؟ شنو السبب يعني مسوي هذا الشيء؟ يعني إلى فت حكمة من عندك؟ وليش القوانين اللي موجودة على الشمس مختلفة عن المريخ؟ يعني نسبة الحياة على المريخ ضئيلة جدا، تحتاج مجهود من البشر لكي يعمل. يعني ليش الاختلافات بالقوانين؟ انت واضع القوانين، ليش مسويها مختلفة؟ وهذا الشيء يثبت لنا انه انت مو صانع. لو انت صانعة كنت تسوي كل شيء تمام، يعني مو تخلي مكان مقفر ما بي اي شيء، ما بي اي سبيل للحياة. يعني انت خالق الجماد، النجوم وجسمه كله جماد، ليش خالقة اصلا اذا ما يعيشون عليه البشر؟ يعني الجماد هو جماد، يعني استفادت شنو؟ يعني دلائل تثبت انه هو القوانين والبيج بان هو اللي سوى هذا الشيء، وصارت تطورات كثيرة الى ان وصلنا للوضع اللي احنا به، يعني والكون مستمر بالتغيير من مليارات السنين وتبقى مليارات السنين ايضا. سؤال مهم، لماذا خلقت الشيطان؟ هل لكي يوسوس لنا؟ وما هو ذنبه لكي تجعله يخطئ بعد ذلك؟ عندما يخطئ تحاسبه؟ وما هو الغرض أصلا لاختبارنا عن طريقه؟ هل هي لعبة تلعبها يعني أنت؟ وعندما تنتهي منها تحول سمومه بإرادتك إلى الإنسان؟ يعني أنت خلق الشيطان حتى، يعني شوف التمثيلية، أنت خلقت آدم وخلقت حواء، ونبهت آدم ما يأكل من الثمرة الممنوعة، وبعدين تخلي الشيطان يعصى أوامرك حتى يكون شنو ذنبه أصلا تخليه يعصى
وبإرادتك خليته يعصى يعني، وبعدين تخليه عدو للبشر يعني. إذا أنت شفته هو الشرير، ليش اعطيته مجال يخلي البشر أيضا شريرين؟ شنو ذنبهم يعني؟ هالتمثيلية المن ليش مسويها أصلا يعني؟ أنت تلعب ويانا يعني، مثلا تخلق فينا الشهوات وتخلق فينا حاسة الكراهية، وبعدين لما نغلط تحاسبنا عليه يعني؟ شنو الحكمة منه كله أصلا يعني؟ أسوي بشر بعدين أخليه يغلط بعدين أحاسبه بنار جهنم طول العمر، وبعدين أحاسب الشيطان وأتركهم ملايين السنين إلى أن تجي يوم القيامة وكل العهد يجي يقول لك يوم القيامة قريبة قريبة وكله يطلع كلاوات يعني. احنا سمعنا من زمان من آلاف السنين أن القيامة قريبة، نبه بموسى والمسيح ومحمد ولا شفنا قيامة ولا شفنا أي شيء. القيامة أنت سويتها قبل 60 مليون سنة، لمن سويتها؟ للديناصورات يعني؟ تحاسبهم للديناصورات يوم القيامة يعني؟ سويت قيامة خاصة بهم لما دمرت الأرض كلها يعني؟ يعني فكروا شوية، فكروا يعني هالأشياء اللي تحصل يعني أكيد ما لها أي علاقة بقانون أو إلى هاي قوانين الطبيعة اللي صارت ولحد الآن ماشي على الكل، بحيث ماكو أي حركة من إله أو من أي شيء في تغيير الواقع أو في تغيير قوانين الكون كله يعني. السؤال أعتقد الأخير، لا سؤال آخر عفوا، لماذا تخلق فينا الشهوة تمنعنا من ممارستها بحرية؟ يعني أنت بس على مود الورقة مع الزواج يعني، كل زوجتك نفسي وهذا يعني الورقة هي اللي تكون السماح للشخص ينام مع أربع نسوان ما عدا آلاف الجواري إذا يريد أو يستطيع عنده استطاع يروح يشتري الجواري يعني. أنت خلقت الشهوة بينا وتمنعها عنا، لكن بأساليب ملتوية تسمح بها يعني، شنو معناته هذا؟ بينما أنت هالشي سامحة لأشخاص آخرين، واحد لأنه هو غني وعنده أملاك يقدر يمارس الجنس مع كثير من النساء، ملك اليمين يسموها أو شراء الجواري يعني، أو يتزوج أربعة يعني، بينما شخص آخر محروم بس إذا مارس الجنس تحاسبه. وهذا اللي متونس ويا أربع على الأقل ما عدا حتى لو ماكو ملك اليمين، أربع نسوان ما عدا الشيعة يسوون متعة طبعا، اللي عنده استطاعة محروم من يعني المحاسبة والعقاب، بس اللي مسكين ما عنده حتى وحدة ما تخليه يمارس جنس مع وحدة إلا بورقة. وانت تدري هسه الزمن تطور ولا انت ما تواكب التطور ويانا؟ انه البشر الآن الزواج صار شبه مستحيل، لأنه في يعني ضوابط كثيرة وطلبات كثيرة من العائلة، مو مثل الحيوانات بمكانهم يسوون الجنس ويأكلون ويشربون. البشر غير شكل يعني، انت ما جاي تقدر تواكب التطور اللي موجود بالبشر وبقيت جامد طول عمرك يعني، ما قدرت تسوي اي تغيير. زين، لماذا تخلق، هذا السؤال الأخير، لماذا تخلق أجناس جميلة وذكية مثل أوروبا وغنية، جميلة وذكية وغنية، وطرف آخر تخلق أجناس أقل جمالا مثلا من حيث اللون وأقل ذكاء من
أجناس أخرى في مكان آخر؟ يعني أليست هذه تفرقة عنصرية منك؟ أنه تخلق الأسود والأبيض وتجعل الأبيض محبوب في كل مكان، ودائما حتى قرآنك يذكر البياض شيء جميل، ملائكة بيض، الشيء الحلو أبيض، والقرآن تقول ترى وجهه مسودا وهو كظيم، وأي شيء أسود تخلقه توصفه بالشر، هذه مو تفرقة عنصرية من عندك؟ تخلقه أسود وبعدين توصفه بالسيء في كل، يعني في أماكن، في آيات، في أحاديث، وحتى بالواقع، يعني تشوف التفرقة اللي تصير على، لأنهم سود تفرقة عنصرية عليهم من كل مكان. يعني هم خلقت بأفريقيا، هم أسود، وهم هنا أقل ذكاء، وهم هنا فقير. يعني شوف الظلم، إذا هذا الإله كان موجود كيف يحصل هكذا شيء؟ طبعا احنا لو افترضناك انت موجود، هذا الشيء مستحيل يحصل، انه تخلي جنس تفضل على جنس اخر من هالاشياء اللي قلنا لها. يعني على مدى هي اسئلتنا نقولها، انه يا مسلمين، لو الاله او يا اصحاب الاديان، لو الاله موجود ما تحصل هكذا اشياء، تجعل واحد ذكي جميل غني، والله تخلقه فقير وأقل الجمال وأقل ذكاء، وتخلقه أسود والله تخلقه أبيض. شوف كل المقاومات الموجودة لهذا ولهذا ما موجود. يعني وينها؟ يعني وين العدالة اللي أنت تحكيها؟ أنت أصلا كونك تخلقه أسود حتى فلوسه ما يفيده، لأنه تبقى الوصف اللي يوصفي به، يعني يقولوا له يا أسود. يعني أشوف لاعيب كرة قدم مشهورين جدا لكنهم دائما تفرقة العنصرية موجودة عليهم، كافي أنه خلقت أسود لكي يستهزئ به الآخرون ضعاف النفوس، وانت اللي خليتهم ضعاف النفوس، وانت خليت بهم الشر حتى يوصفون هذا الشخص بهذه الأوصاف. أريدكم تفكرون من خلال هذه الأسئلة، ماكو شيء ثابت لا بالكون لا بالإنسان ولا بأي شيء بحيث تقول هذا خالق إله. لو كان خالق إله الأشياء كلها ما تصير. يعني وقصة الشيطان وحدها أصلا مضحكة إلى بعد الحدود. يعني حلقتي اليوم انتهت، وعلى أمل أنه ألتقي بكم يوم الجمعة في حلقة قل رأيك. باكر راح أسوي الرابط ونذكر عن أي شيء راح نتكلم، وأتمنى تكون تفاعلات من الأصدقاء، لأن الأسبوع اللي فات مع الأسف يعني ما قدرنا نخلي للعامة لأنه الاشتراك كان كثيف، ولكن هذا الأسبوع حلقة مفتوحة للجميع، أتمنى تشاركون بها. منالكم ليلة سعيدة وتصبحون على خير. باي باي.